اولا تشكر جميع الزميلات والزملاء والاصدقاء والاحباب اللي سولوا ليا واللي دعوا معنا واللي تضامنوا معنا واللي جاو زاروني لا سواء في المستشفى او جاو زاروني شخصيا. اكيد انه كل عباره الشكر وكل عباره الامتنان ما غتكفيش، لانه مثل هذه المناسبات مثل هذه الاحداث اللي تقدر توقع في الحياه هي اكيد تكون اختبار، او كما قال سيدنا يوسف على باب سجنه قال انها منازل البلوى وتجربه الاصدقاء وشماته الاعداء. عندما تكون هناك ازمه تعرف بطبيعه الحال مدى حب الناس، مدى العلاقه مع الاخوان الى اخره. انا بالنسبه لي كان خير علاج، خير شفاء، خير دعم وخير سند هو الزيارات والدعوات والكلمات الطيبه اللي تقالت في حقي. اصابه اللي كانت بسبب لقاء رياضي كانوا حاضرين فيه القضاه بطبيعه الحال، دائما في اطار التزام ديالنا بالعمل الجمعوي ديالنا كوداديه حسنيه للقضاه مع الفاعلين وباقي الجمعيات المهنيه القضائيه، فبالتالي كان ضروري انه نساهموا. وقعد يعني التقطع في العصب ديال الكاحل ديالي، نتج عنه كان خص ضروري يديروا عمليه تقريبا دامت شي ساعه ونصف، ولكن الحمد لله اللي صعيب في الامر هو انه ما عنديش قدره على التحرك، ولكن رغم ذلك احنا اليوم حاضرين مع الاخوان هنا في المكتب الجهوي او في مكتب الوداد الحسني القضاه في وزاره العدل كمكتب ناشئ في اول النشاط له، كان لابد من الحضور، كان لابد من اللقاء، تاكدوا على انه الوداديه هي اسره، هي قيم، هي اخلاقيات. تشكر الجميع لانه اللي جا وزار وكذا كانوا جميع الاطياف تاع القضاه وجميع الزميلات والزملاء، محامون، موثقون، عدول، طلبه، اصدقاء. اذا بالنسبه لي تشكر الجميع من هذا المنبر ديالكم، واعلاميا ايضا حضروا معنا. فبالتالي انا تشكر الجميع بكل صدق. كما تقولون متصوفه عندما تتسع المشاعر تضيق العباره. انا العباره لا تفي بالتعبير عن الشكر والتقدير، ولكن الاكيد انه اللي غنقول لهم جزاكم الله خيرا على هذا التفاعل ديالكم، جزاكم الله على كلماتكم الطيبه، ولهلا يحد لا يوركم شي باس، والله يحد الباس، ونطلبوا الله الاسره القضائيه والمغاربه كاملين يكونوا في صحه جيده وفي امن امان، واللي بغى يدير الرياضه يديرها بقواعدها.